بوعبد اللوي، مديرة العلاقات التجارية بوزارة التجارة الخارجية. السيد أسعد بن جمعة، رئيس البعثة التجارية التونسية المغربية. وسيد حسن أزووي، أستاذ الاقتصاد، إذا أستاذ الاقتصاد بمدينة القنيطرة. إذا شكر خاص للضيوف الذين ساهموا معنا في للضيوف الذين جاءوا للاستوديو للمساهمة معنا في النقاش حول هذا الموضوع. بداية أستاذة لطيفة، نبغي نعرف من خلالكم، يعني من خلال المبادلات التجارية أو الميزان التجاري ما بين تونس والمغرب، وحسب ما ورد في المقدمة المستفيد. واحد في المئة، هل ترون يعني هذه النسبة هي كافية لحجم العلاقات اللي كتربطنا ما بين تونس، اللي ذكرت في البداية هي علاقات تاريخية؟ مساء الخير جميعا، شكرا سيدة لطيفة على هذه الدعوة لهذا البرنامج، وأيضا على الموضوع اللي هو موضوع حاني وعنده واحد الأهمية كبيرة هذه الأيام. المبادلات التجارية مع تونس هي يعني بصرف النظر على من يستفيد أكثر، هي دون المستوى الجميع، يعني المستوى اللي عليه التجارة الخارجية الآن ما بين المغرب وتونس كنظن بأنه مستوى جد هزيل. يعني حتى باش نتكلموا واش الأكثر يستفيد المغرب أو تونس، يعني يعني المقومات والفرص هي جد مهمة. العلاقات بين المغرب هي علاقات المغرب وتونس هي علاقات عريقة على جميع المستويات، وعلى المستوى الاقتصادي والتجاري بالخصوص. هي أيضا دولة اللي عندنا معها عدد من الاتفاقيات، اتفاقية التبادل الحر، اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري مع الدول العربية، أيضا اتفاقية أكادير وما يسمى باتفاقية أكادير للاندماج في المحيط الأوروبي المتوسطي. يعني أن هناك عدد كبير من المؤهلات ومن الأسس اللي لازم، يعني الآن الملاحظة اللي عندي هو أن التجارة ما بين المغرب وتونس هي دون المستوى، ولازم يعني القيام بمجهودات من أجل الرفع من هذا المستوى. وكنظن ويجب الاستفادة من الزيارة الأخيرة لصاحب الجلالة إلى تونس للرفع بهذا بالفعل. يعني هذه الزيارة يمكن تعطي واحد الدفعة لهذا العلاقات ولهذا التطور ديال المبادلات التجارية. سي أسعد، يعني كيف ما أتكلمت في بداية هذا اللقاء وكذلك الأستاذة لطيفة، يعني هناك محدودية في العلاقات الاقتصادية بين تونس والمغرب، وهذا التبادل التجاري ما كيتجاوزش واحد يعني 1%. يعني في رأيكم، يعني انتم كرجال أعمال، ما هي العوائق، ما هي المعوقات اللي ممكن أنها تعيق؟ وإحنا كنعرفوا بأن المغرب كتربطوا بتونس واحد المجموعة ديال الاتفاقيات. شكرا على هذه المناسبة المتاحة لنا للتعبير عن رأينا، وهي فرصة يعني سعيدة يعني لتوفير ربما المعلومة لتنقص اليوم يعني المتعاملين الاقتصاديين في تونس والمغرب أنه هنالك فرص. هو في الواقع معناه هو الإشكال حسب رأيي الكبير هو أنه معناه هناك فكرة سائدة ما بين معناها رجال الأعمال أو المتعاملين الاقتصاديين بصفة عامة في البلدين، أنه بلدينا ممكن يظهروا لهم أنهم بلدان معناها منافسة لبعضها البعض أكثر منه أنها ممكن تكون أسواق واعدة. خليني نقول لك اللي المهم، أنه أنا حسب رأيي أنه ثم نمو معنا خلال 10 سنوات الأخيرة اللي من خلاله معناها يتضح معناها الأرقام تعطينا أنه على كل حال معناها فما مضاعفة أرقام المعاملات بين تونس والمغرب تقريبا 4 مرات خلال 10 سنوات الأخيرة. بالفعل كما قالت الزميلة والأخ يعني من وزارة التجارة المغربية أنه ما زالت ما تتطلع هذه الأرقام لطموحاتنا وطموحات البلدين والشعبين. أنا أقول العوائق معناتها ماهيش عوائق لكن حواجز ربما نفسية وقلة معلومات يعني أكثر منها أشياء أخرى.
معناتها معناها الاشكال انه المدعمين الاقتصاديين ما يتحولوش التوانسه ما يتحولوش بكثره الى المغرب والمغاربه الاخوه المغاربه ما يتحولوش بكثره الى تونس للتعرف على الفرص اللي تتاح كل معناها السوق للتصدير او للتوريد او معناها للاستثمار. هذه ربما اكبر عواقب بطبيعة الحال. هنالك بعض العوائق الأخرى معناها الإجراءات المعقدة لدخول بعض السلع معناتها من خلال معناتها الإجراءات الديوانية اللي في حقيقة الأمر معناتها في السنوات الأخيرة الحقيقة تم تجاوز العديد والعديد منها. ولكن يعني حسب رأيي يعني هو المجهود اللي يجب نبذلوه هو تغيير هذه الفكرة السائدة حول معناها أن معناها اقتصاديات منافسة. لكن في حقيقة الأمر هنالك العديد والعديد من الفرص يعني للالتقاء وللتبادل. نعم. طيب سي أسعد، يعني في نظركم أنتم كرجال أعمال ألا ترون معي بأن يجب العمل جاد خاصة وأن البلدين كيشكلوا واحد القاعدة متميزة للتكامل والانطلاق نحو أسواق أخرى في أفريقيا في الوطن العربي في أوروبا، يعني بفضل هذه الخبرات اللي كتوفر على البلدين والإمكانيات اللي يمكن تخلق هذا التكامل ما بين الجانبين او البلدين اللي ممكن ان تدخلوا بشكل متضامن؟ والله يعطيك الصحة في السؤال. يعني هذا هو الهدف نتاعنا اليوم انه معناها يكون ثم تكامل وتعاون بين البلدين حكومة وشعبا ومتعاملين اقتصاديين للولوج معا والاقتحام معا اسواق جديدة. كما تعرف اليوم معناها في وقت المنافسة الشديدة العالمية في وقت التكتلات الاقليمية نحن نجد نفسنا يعني للاسف يعني كل واحد فينا يشتغل لوحده يعني، وهذا هو اللي يخلينا ما نقدموش في معاملاتنا البينية وإلا حتى في معاملاتنا مع بعضنا. أنا أقول اللي الشعبين خاصة التونسي والمغربي عندهم تقارب كثير معناها تاريخي ثقافي علمي، يعني عندهم أهداف معناها تجمعهم. اليوم وقت التقارب، وقت وضع اليد مع أيدينا في أيدي بعض والعمل سويا نحو معناها بلوغ أسواق ربما كل واحد فينا لوحده ما يقدرش يوصلها يبلغها معناتها. أكيد. لكن أكيد أكيد أكيد. لكن نقول البولونتي هذه معناتها الرغبة هذه بوحدها الإرادة. خصنا اليوم نقعد سويا على طاولة واحدة ونتناقش ولنجد يعني ما هي هذه معناها النقاط معناها الكومي النقاط يعني اللي ممكن نلتقي فيها لولوج أسواق أخرى لوجود حلول أخرى لتطوير العلاقات التجارية ما بيناتنا ولبلوغ أسواق كبرى أخرى اللي كل بلد بمفرده لا يمكن معناتها بلوغها معناتها. خصوصا يعني على مستوى المغرب ربما يمكن يتيح الفرص أكثر، بحيث أن مني كنشوفوا الميزان التجاري ما بين المغرب وتونس كنلقوا بأن تونس هي مستفدة أكثر من المغرب من حيث يعني الصادرات ديالها إلى المغرب، أو المغرب يستورد منها أكثر ما كتستورد تونس من المغرب أو ما تورده أو يورده المغرب إلى تونس. نعود إليك فيما بعد أستاذ أسعد. معي الآن سي أزواوي اللي هو أستاذ الاقتصاد بمدينة القنيطرة ومحلل اقتصادي. سي أزواوي، يعني سمعتي معنا التدخلين بالإضافة إلى يعني هذه العلاقات التونسية المغربية، هل يمكن أن نحكم على علاقات ما قبل الربيع العربي وبعد الربيع العربي؟ أعتقد على أن هذا هو مربط الفرس، حيث أن من المفروض أن يكون تكامل ولكن لم يكن تكامل. علاش؟ من المفروض أن يكون تكامل لأن المغرب وتونس يتقاطعان إرث تاريخي، حيث أن المغرب وتونس كانت مستعمرتين فرنسيتين، يعني أنه عندنا إرث تاريخي كانت تقاطع فيه. المغرب وتونس بزوج بلدين كانوا من البداية
في اطار ما يسمى الحرب البارده، كانوا اختاروا معسكر الغربي يعني، وبالتالي في المستوى الاقتصادي كيكون اقتصاد السوق واقتصاد منفتح، عكس مجموعه من الدول المغاربيه مثل الجزائر وليبيا وغيرها. حاليا المغرب وتونس عندهم على شراكه استراتيجيه، فاش كنقولوا بانه كاين شراكه استراتيجيه يعني من المفروض يكون تكامل، من المفروض كذلك يكون تكامل، لان كاين اللجنه المشتركه المغربيه التونسيه اللي عقدت يوم 15 يونيو 2012، وبرمات تقريبا 8 ديال اتفاقيه التعاون وبرامج عمل، سواء على الصعيد التعليمي على مستوى التعليم العالي، البحث العلمي، الموارد المائيه، الطاقة المتجددة، التربية، الصناعة التقليدية، التعاون في المجالات الاجتماعية، الشباب والرياضة. حاليا كنلاحظوا بأن كما قلتوا بأن الميزان التجاري المغربي بالنسبة لتونس عندنا عجز، ولكن من المستفيد؟ أعتقد بأن البلدين بجوج ما مستفيدينش. من بالإضافة إلى المعيقات، لأن هنا كاين معيقات بالنسبة للشركة المغربية للدخول إلى السوق التونسية، رغم أنها اقتصاد السوق. كاين جوج نقط اساسيه. النقطه الاولى هي ان الاقتصاد التونسي اقتصاد رغم انفتاحه ورغم ما يقال عليه من انفتاح، اعتقد بانه كان هناك عراقيل كثيره وكثيره جدا، بالخصوص بالنسبه للشركات المغربيه، بانها كتعاني كثيرا في كل المساطير، سواء الجمركيه او غيرها، وبالتالي الشركه المغربيه كتلقى مشكل انها تدخل السوق التونسيه. بالعكس السوق المغربيه منفتحه، وهنا كيتاثر هذا الشيء في مجموعه من الارقام كما قلتوا استاذه في الاول، ان المغرب استرد تقريبا مليار و870 مليون درهم، ولكن ما صدر غير 730 مليون درهم. يعني ما عرفتش كيفاش نقوله بالعربيه، لو طو دو كوفيرتور، التغطيه ديال الواردات من الصادرات تقريبا 40%. شحال من شركة تونسية في المغرب؟ أكثر من 50 شركة تونسية، ولكن في المغرب الشركات المغربية في تونس لا تتجاوز 25 شركة. طيب هنا في نظركم شنو الأسباب؟ الأسباب كما قلت، هناك المعيقات اللي قالها الأستاذ. واش يمكن نقولوا هذه المعيقات كانت قبل الربيع العربي؟ يمكن احنا نتوخاو أكثر، انفتاح أكثر الآن بعد الربيع كانت العربي. كانت هيكلة السوق التونسية قبل الربيع العربي، باش نكونوا واضحين، كانت مجموعة قليلة من الشركات تستحوذ على ثروة كبيرة في السوق التونسية، وبالتالي السوق 80% احتكار السوق في السوق التونسية. نقولها بالواضح يعني ان آل بن علي وطرابلسي كانوا مسيطرين على السوق التونسية، يعني السوق اي شركة مغربية او اي شركة دولية بغات تدخل السوق التونسية خصها تدخل في شراكات مع هاد الشركات. ما دخلتيش في الشراكة مع هاد الشركات، ما كتدخلش للسوق التونسية. هذا نوع من الأنانية الاقتصادية اللي كانت سائدة قبل الربيع العربي. بالضبط. نعم. كاين عائق أكبر هو نفسي، وهذا العائق الأكبر هو أن المغرب وتونس كانوا ديما كيتعتبروا دولتين من الناحية الاقتصادية متنافستين. يعني علاش؟ لأن هناك ما هو موضوعي في هذا الطرح، لأن العرض ديال التصدير ديال الدولتين متنافس، سواء من ناحية سياسية أو من ناحية قطاع السياحة، أو حتى من ناحية قطاع المنتوجات الصناعية. يعني فاش كيكون العرض ديالنا تقريبا بحال كيكون تنافس على السوق الدولية. حاليا، وهذا هو الذكاء ديال صاحب الجلالة في الزيارة ديالو لتونس، هي أن يمكن يكون عندنا تنافس مجموعة من القطاعات، ولكن واش ما يمكنش يمكن داكشي اللي كيجمعنا ولا نكون فيه تكامل أكثر من داكشي اللي يقدر يكون فيه ممكن يعني نشكلوا به تكامل للدخول سوية إلى أسواق مثلا، سواء مثل أوروبية أو أفريقية أو عربية كذلك. كاين منتوجات بينية بين تونس والمغرب. مثال بسيط، كما كدير شركات مثلا كتبغي شركة ديال الطوموبيلات تدخل المغرب، كاين جوج شركات عوض كل وحدة دير محل ديالها، كيتفقوا كيديروا محل واحد، واخا كيكونوا متنافستين. علاش؟ باش يتقاسموا التكاليف. المغرب وتونس مثلا في القطاع السياحي، حنا ما عندناش السياح الصينيين، ما عندناش السياح الامريكيين، ما عندناش السياح الكنديين، ولكن باش تمشي مثلا تشارك في معارض دوليه في الصين، في 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 في, في اليابان، في امريكا او في كندا، من الاحسن ان الفاعلين السياحيين او الفاعلين الاقتصاديين يقلبوا على تجارب، على بليتو على
على قطاعات اللي يمكن يتكملوا فيها من أجل تقليل من التكلفة اللي يمكنها تعوق البلدين أنهم يجلبوا سياح جدد أو استثمارات جدد. نعم. هذا الشيء كله أن العلاقات ما بين تونس والمغرب من ناحية سياسية جيدة، ولكن من ناحية الاقتصادية العلاقات التجارية المغربية والتونسية لا تمثل أكثر من 1% من العلاقات ديالهم التجارية كاملة، يعني أنها علاقات من ناحية الاقتصادية هامشية. نعم. إذن أستاذة لطيفة، يعني الآن إحنا نتكلم عن علاقات من نوع ثاني وفي مرحلة زمنية أخرى اللي هي دفعة جديدة العلاقات اقتصادية ما بين المغرب وتونس، وأيضا منتدى رجال الأعمال اللي كان من قبل واللي كان هو منتدى من نوع آخر اللي كان فيه مشاركة كبيرة ديال رجال الأعمال المغاربة وأيضا رجال الأعمال التونسيين، وكانت المناقشات جد صريحة وتكلموا، ويعني إذا بغينا نقولوا تفادينا هذاك الحاجز البسيكولوجي اللي كان قديم ولينا تنتكلموا بدون عقد من يعني هذه حقيقة كانت موجودة. الآن اللي كنشوفوا من تصريحات رجال الأعمال اللي هذا هو أن تونس الآن هي التنافسية ممكن تبقى، ماشي عيب أن الدول تكون متنافسة وجميع الدول متنافسة في بعض المجالات ولا بعض المواد، ولكن اللي خصو يكون هو أن الآن الوضع الاقتصادي كيتغير، هناك ما بقيناش ماشي فقط تكتلات ولكن هناك استراتيجيات موحدة اللي كتقوم بها الدول باش تواجه مجتمع آفاق جديدة، وأيضا ماشي فقط من ناحية التجارة ولكن أيضا من ناحية الاستثمارات، وهذه هو الجديد اللي خرج من هذه الزيارة ومن هذا المنتدى. الآن يعني الإمكانيات، أنا قلت في الأول بأن الإمكانيات بين المغرب وتونس كبيرة، الآن كنظن بأن الإمكانيات رجعت أكبر، يعني خصنا نديرو مجهودات أكبر باش نحقو هذه الإمكانيات. والنقاط اللي قدمتها الأخت لطيفة هي نقاط اللي تتبين وضوح الرؤية اللي رجع، ما كانش بهذه القوة هذه، ولكن الآن عندنا وضوح في الرؤية، هناك ورقة عمل، هناك فولونتي، يعني أكثر من ورقة عمل خصها يكون فولونتي من الطرفين باش تكون هناك أيضا تأكيد، وشفناه في الكومونيكي. ما يمكنش نقوله أنه فما معناها اختلاف ولا نقص في الصادرات المغربية نحو تونس، واللي هي معناها أقل ربما بقليل من الصادرات التونسية نحو المغرب، لأن هنالك عوائق، صحيح هنالك عوائق ما نجموش ننكرها، واللي هي في السنوات الأخيرة وخاصة بعد تفعيل اتفاقية أغادير يعني تم يعني تجاوزها. أنا حسب رأيي يعني توضيح ربما اسمح لي أستاذ الحسن ربما يكون عني نوعا ما، لأنه يعني اقتصاد بلدينا يعني مبنيين على نموذج أو على نسيج مؤسساتي مختلف. أنا حسب رأيي يعني النسيج المؤسساتي التونسي مبني على التصدير، لأنه السوق التونسية الداخلية سوق صغيرة وضعيفة ولا يمكن للمؤسسة التونسية أن تعيش دون التصدير. بالعكس من ذلك أنه ما شاء الله السوق المغربية سوق كبرى، يعني القدرة الاستهلاكية وخاصة في السنوات الأخيرة يعني في تحسن الطرد، يعني هذا من ناحية علميا يعني أنه ربما ثم معناها سوق أكبر بالنسبة لتونس، معناها بالنسبة للمصدر التونسي السوق المغربية كبيرة في أكثر مجالات يعني من السوق الداخلية التونسية. لهذا ما يعنيش أنه ننكر اللي بالفعل كانت هنالك بعض من العوائق، واللي إن أكد لكم اللي خاصة بعد معناتها تفعيل اتفاقية أغادير يعني جلها تم تجاوزها. اسمعني نرجع لسؤالك، يعني بالفعل الزيارة الملكية لجلالة الملك محمد السادس جاءت في توقيت يعني ممتاز حسب رأيي. يعني اليوم تمر تونس بالمرحلة الانتقالية، مرينا بمرحلة يعني سياسية إن شاء الله نقوله جاوزناها، واليوم يتم
معناها الدخول في مرحلة جديدة وهي مرحلة إعادة البناء وإعادة توحيد الصف التونسي نحو يعني تفعيل الاقتصاد والنمو والرخاء. والزيارة الملكية لتونس كانت في توقيت ممتاز بحكم أنه اليوم المغرب وتونس ممكن لهما معا أن يواجه أسواق أكبر، أن يضع اليد في اليد لتفعيل الاتفاقيات وتوطيد العلاقات الاقتصادية، لأنه هناك مجال للتعاون وللتطور. وخير دليل على ذلك هناك رغبة يعني من أعلى الهرم السلطة في البلدين لتوطيد هذه العلاقات ووضع على الطاولة. وكما قالت الأخت معناتها حتى في المنتدى الاقتصادي حسين أنه رجال أعمال البلدين كانوا مرتاحين جدا يعني للتطرق لعديد مثلا مواضيع اللي ربما في التاريخ ما كناش نجموا نتطرقوا لها، لكن هنالك نحسوا اللي ثم رغبة ولكن كذلك ثم ثقة معناها اللي تبنات اليوم واللي خلاتنا اليوم نحسوا اللي ثم تكامل وثم رغبة ما بين البلدين أنه نمضي معا نحو معناتها أفاق أرحب ونمضي معا نحو توطيد مع علاقاتنا ونحو رخاء شعبينا. نعم أستاذ حسن أزووي، هل هذا يمكن أن يؤدي بنا للقول بأن هذه يعني العلاقات المشتركة ممكن أنها تتجه إلى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد داخل الفضاء المغاربي العربي الإفريقي؟ في البداية اسمح لي ندير واحد تعقيب بسيط، هو أن لا السوق التونسية ولا السوق المغربية سوقان صغيرتين، بحيث أن السوق المغربية 30 مليون شخص والسوق التونسية لسعدة 7 مليون أشخاص، وبالتالي بجوجهم جوج أسواق صغيرتين. ومن هنا كتأتل الأهمية ديال الزيارة ديال صاحب الجلالة لتونس، أنه كيقلب من وراءها الاندماج، وديما كيدافع على المغرب انه خص الاندماج المغاربي. فاش غادير الاندماج المغاربي غيولي عندك سوق اكثر من 100 مليون شخص، يكون فيه المغرب والجزائر وتونس وليبيا، فاش غيكون وموريتانيا، فاش غيكون عندك هذا التكتل غيولي سوق، غتولي سوق كبيره. فاش كتولي عندك سوق كبيره حتى في التفاوض مع الشركاء الاوروبيين الامريكيين الصينيين واليابانيين، على الاقل كتكون في موقع ماشي موقع قوه، ولكن على الاقل تكون في موقع مريح. في الوقت الراهن تونس كتفاوض بوحدها مع الاتحاد الاوروبي، المغرب كيتفاوض بوحده مع الاتحاد الاوروبي. وفاش كنقول سوق جوج الاسواق صغيرتين، لان المغرب 30 مليون، اوروبا اكثر من 300 مليون. دونك فاش كيكون عندك هذا الاختلال في الموازين، بالتالي ما كتكونش موقع قوه ولا موقع مريح في الاتفاقيات ولا في المفاوضات اللي كتكون عندك مع الشركاء الاخرين في اطار الاقتصاد المعولم. بالنسبه للقضيه ديال المجال الاقتصادي ولا المقاربه اللي كاينه حاليا، وهنا فين قلت بانه هنا فين كاين الذكاء الخارق، هو ان ممكن وماشي عيب كما قالت الأستاذة أننا نتنافسوا، شي ممكن، ولكن بما أن هناك غادي هنا فين قال الأستاذ واحد القضية مهمة تتعلق قبيله، هي كاين قلة المعلومات. فاش كتكون قلة المعلومات ما كنجلسوش كما كيقولوا في تقنية البيع، كيقول لك قبل ما تبيع للزبون ديالك أول مرحلة خصك تعرفه. أكيد إلا ما عرفتيش السوق التونسية ما يمكن لكش تتعامل معه. إلا الفرقاء ولا الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ما كيعرفوش رجال الأعمال التونسيين، ما يمكن لهمش يقلبوا على المناطق ولا القطاعات اللي يمكن لهم ينميو فيهم مجموعة من اتفاقيات ولا مجموعة من الشراكات. دابا فاش كاين المنتدى، والمنتدى كان يمكن غير عربون ديال بداية رؤية، حيث يالله غنجلسوا باش نتعرفوا، باش نعرفوا القطاعات، باش الشركات ولا رجال الأعمال يتعرفوا بيناتهم ويعرفوا القطاعات اللي يمكننا نتكملوا فيها. عاد بنوا مجموعة من الفرص. فاش جلسوا 200 رجل أعمال تونسيين ومغاربة، بنوا مجموعة ديال الفرص كما قلت بالنسبة للقطاع ديال 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 السياحة. الدول بجوج معتمدة على السياحة، عندهم السياحة قطاع استراتيجي، ولكن أي سياحة؟
يمكن التونسيين يكون عندهم واحد العرض سياحي اللي ما كيشبهش الى حد ما العرض المغربي. نعم. وبالتالي نقدروا نتقاطعوا نقدروا نتكاملوا نقدروا حتى من ناحيه التجربه يكون واحد تكامل من اجل ان واحد يستفد من الاخر، وبالخصوص ان الفاعلين يعني لا 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 الوكالات السياحيه والفاعلين بحال لي تور اوبيراتور يقدروا يوليو كيتفاوضوا مع تونس والمغرب ماشي غير مع المغرب ولا مع تونس. كيسوقوا المنتوج واحد، ملي كنسوقوا المنتوج واحد هو تونس المغرب. مثلا الرحلات كندير لك 4 ايام في تونس وكندير لك 5 ايام في المغرب. هذه هي لابروش، هذه هي المقاربه الجديده، هي انه يكونوا منتوجات بينيه. يعني هذا هو لي برودوي كونجوين، يعني انه كنديروا منتوج مغربي تونسي يعني يولي عرض متكامل. كنقدم يعني منتوج واحد، عرض واحد في مثلا بشكل مشترك. ولكن كنعتقد بان ندخلوا في منافسه سهل، ولكن نقلبوا على القطاعات اللي نقدروا نتكاملوا فيها. تمي فين كتحس الشيء هذا هو فاش قلت انا الذكاء ديال النظره ديال صاحب الجلاله هنا فين كاين، انه عوض ما نبقاو نفكروا غير في الاخر كمنافس نفكروا بانه نقدروا نتكاملوا معاه. حتى يعني واحد الاشاره اشرتي ليها سي حسن، هي مساله ديال ملي كنتكلموا مع جهات اخرى كنطلقوا من منطلق هذا التقرير هو حديث يعني حول الافاق الاقتصاديه في افريقيا، وكيعتبر بان تونس كتمر بواحد المرحله ومرحله تحول حاسمه على الصعيد الاقتصادي. الا ترون معي يعني هذا او هذه العلاقات الحاليه او الزياره الملكيه يمكن انها تعزز هذه الاواصر الاقتصاديه بين المغرب وتونس، اللي من خلالها يمكن انه يجعل المستثمرين الاجانب يطمئنوا للعوده للاستثمار في تونس. وفي الحقيقة كاين واحد المسألة اللي هي رمزية، هو الزيارة ديال صاحب الجلالة. كان دار واحد جولات سياحية داخل مجموعة من الشوارع التونسية، وهذه دارت شوية ديال لوبوز في تونس. ولكن كاين هناك من يقول بأن هذه نعشت شيئا ما السياحة بلوتو في السوق، عطت شوية الاطمئنان، عطت شوية الاطمئنان، لأن باش يكون صاحب الجلالة كيدير جولات في شوارع تونسية يعني أنه كاين استقرار، يعني ان صاحب الجلاله عنده الثقه في النظام وفي الحاله الامنيه بالنسبه لتونس، وهذا مؤشر ولو رمزيا للمستثمر الخارجي ولو بالخصوص بالنسبه للسائح الخارجي. اما بالنسبه كما قلتوا للسوق الافريقيه، فعلا ان السوق الافريقيه ولا افريقيا بمجملها حاليا كانت كتعتبر من هي قاره القرن 21، بحكم ان افريقيا مازال خصها كثير من البناء، مازال خصها بنيه تحتيه، مازال خصها مدارس، مازال خصها مستشفيات، مازال خصها دور للشباب بالنسبه للشباب، لان ديموغرافيا افريقيه متكونه في غالبيتها من الشباب. اللي اساسي كما قلتوا هو ان العلاقات ما بين ولا المقاربه الجديده للعلاقات ما بين المغرب وتونس يمكن تعطي، وقيل الاقتصاد التونسي في حاجه كبيره اكثر من وقيله اكثر من الاقتصاد المغربي، رغم ان الاقتصاد المغربي حتى هو محتاج انه تدار دفعه نوعيه، وبالخصوص ان الوضع الاقتصادي العالمي كما يعلم الجميع منذ 2008 يمر بازمه عالميه. يعني حاليا عوض من تنافس مع الاخرين يجب ان نتقارب، يجب أن نتكامل من أجل الرفع النمو الاقتصادي. والنمو الاقتصادي في حد ذاته يمكن ماشي هو الهدف الأساسي، وإنما النمو الاقتصادي من أجل خلق ثروة، وهذه الثروة لصالح المواطن وخلق فرص الشغل اللي يمكن لها تسد الحاجيات ديال الساكنه ديال هذه البلدان هذه، وبالخصوص الناحيه ديال الشغل والمسائل الاجتماعيه. نعم استاذه لطيفه، يعني يقول مراقبون ان الرباط يمكن ان تساعد تونس على الاندماج في الاقتصاد العالمي، المساهمه في اعمال البناء، تنشيط القطاعات الصناعيه مثل صناعه النسيج، الالبسه، صناعه الغذائيه، صناعه الميكانيكيه والالكترونيه. واش يمكن نقول انطلاقا من هذا النسيج الاقتصادي وهذا الاختلاف ديال الانواع ديالو ممكن انه يكون واحد التكامل ديال قطاعات تندمج فيما بينها لولوج اسواق اخرى بشكل مشترك وبشكل متضامن؟ طبعا
المغرب ممكن تساعد تونس في عدد من القطاعات، كما ممكن أيضا تونس تساعد المغرب في عدد من القطاعات. كما قالوا يمكن الإخوان، يعني إحنا الآن الرؤية الجديدة هي المغرب وتونس معا من أجل آفاق جديدة، من أجل تطور اقتصادي واجتماعي أيضا، لأن اللي تيقول تطور اقتصادي هو خلق لمناصب الشغل. يعني هناك التعاون هو وارد جدا. المغرب عنده تجربة رائدة في الاستراتيجيات القطاعية، أيضا المغرب عنده واحد المناخ جد مساعد للاستثمارات، وممكن يعني لكي يستفدوا عدد كبير من الدول، ممكن تونس يعني أولى بالاستفادة من هذا الأفاق. في الحقيقة أنا متفائل، وهدرت بزاف على الجانب السياحي، وخلينا شي شوية حفنا في حق الجانب الصناعي، حق بحيث أنه كانت اتفاقية دار اتفاقية ما بين وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربي ووزارة الصناعة والطاقة والمعادن التونسية. والهدف الأساسي رغم وجود اتفاقية أكادير، ولكن اتفاقية أكادير كانت شاملة، والاتفاقية اللي كتشمل الجانب الصناعي هي اتفاقية 1987 في الجانب الصناعي، وهو يعني تقريبا قبل سقوط حائط برلين. ودابا من الأهداف الأساسية هو تجديد الاتفاقية وإنعاش فرص الاستثمار في الجانب الصناعي ما بين الدولتين. واللي أساسي هو أن المغرب وتونس يمشيوا في نفس الخط، وبالخصوص أن المغرب في الأونة الأخيرة بدينا كنحسوا بما يسمى تنويع السياسات الاقتصادية، سواء مع الشركاء، سواء مع أسواق جديدة، سواء مع زبناء. وهذا الشيء اللي حاولت نتكلم عليه مع الأستاذة لطيفة، يعني هناك مجال في المجال الصناعي وكثير الإلكتروني، كذلك النسيج الألبسة، هذا تكلمنا عليهم. أستاذة لطيفة، إذا ممكن في ثانية تعطينا كيف ترين الأفق المستقبلي.